لكن تكلموا على مركز توثيق التكوين لأنه عنده واحد قصة خاصة، أنك كنت لعبتي دور كبير في أنك تأسس هذا المركز واللي تم الإقبار دياله فيما بعد. كنت تخيلنا بإيجاز على التجربة هذه. هو بإيجاز سنعتبره بأنك حققنا تجربة متميزة على المستوى الدولي آنذاك، واللي من بعد التحقت بها بعض الدول الأخرى حاولت تدير بحال هذاك الشيء، ولكن هذاك المراكز موجوده الان ولكنها ليست بذلك الاشاعة. قلنا هذا المركز شنو هو؟ المركز كان هو وليد ديال الاتفاقيه اللي توقعت بين الحكومه المغربيه والمفوضيه الساميه لحقوق الانسان الامم المتحده. ديك الساعه كانت السيده ماري روبنسون هي المفوضه الساميه، وبرنامج الامم المتحده الانمائي بدعم من الاتحاد الاوروبي. فكانت الفكرة هو أن نحدث مركزا يرافق هذه التحولات الجارية في مجال حقوق الإنسان لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. فتم الاتفاق الأولي في جنيف، بقي عندي بعض الصور من بعد نعطيهم لك، في مكتب السيدة المفوضة، ماشي ما كانش شي حفل ولا في المكتب التوقيع، وداك الشيء الرسمي كان هنايا في المغرب، لان ستاتي الى هنا في افتتاح المركز. كانت حاضره هي التي المركز في سنه 2000، فجات حضرات شخصيا في حضور في افتتاح المركز، وتا هي كاين وزارته المقر ديالو كان في اكدال، كان في اكدال انذاك، كاين صور هذا الشيء بحضور عدد من الشخصيات، عدد من الوزراء الى اخره. كان استقبلها جلالة الملك استقبال خاص، فكانت ممكن نقولوا من خلالها كان المغرب عنده واحد القوة ديال الدعم ليقظة بطبيعة الحال بانشغالاتها إلى آخره، ولكن اللي كان متعاطفة مع التحولات الجارية للبلد. فكان المركز انطلقنا بطبيعة الحال بهذا الروح المنفتحة، اللي أنا ذاك بدينا الديناميات ديال تكوين القضاة، ديال تكوين الصحفيين، ديال حتى ديال الأمن. أنا ذاك بدأت النواة الأولى ديالهم كانت في هذيك من خلال هذا المركز اللي كان لي شرف إدارته لخلال 5 سنوات، واللي طورت ليه مجالات ديال التعاون مع عدد من المراكز الدولية في السويد، في اليونان، في إيطاليا، في فرنسا إلى آخره، حتى أنه أصبح مركزا يرد ضمن توصيات الأمم المتحدة أثناء مناقشة التقارير للمغرب، باعتباره من المكتسبات الإيجابية في التجربة المغربية والدعوة إلى تشجيعه وتعزيز استقلاليته. في المرحلة الأخيرة وصلنا إلى أن قدمت الفكرة الأصل ديال اعتماد البرنامج الوطني، خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. فكان عبد ربي بكل تواضع صاحب الفكرة، لأن كنت أنا ذاك في إطار واحد البرنامج التعاون مع السويد اكتشفت التجربة ما في ذلك البلد، وهو كان من الرواد ديال وضع الخطط. فتم الاقتراح بطبيعة الحال مع السي محمد أوجار أولا الوزير، لأنه هو اللي خصو، وكان أعطى الموافقة ورحب بالفكرة وداك الشيء بأنها جادة، وبدأت العمل لتوفير الشروط ديال انطلاقها باتصال مع الاتحاد الأوروبي، اللي أنا ذاك كان وفر لنا دعم مالي من جهة، وفي نفس الوقت خبرة على المستوى الأوروبي لدعم هذا. وبدينا اللقاءات حتى أنه جرينا اللقاءات الأولى ديال الترافع من أجل هذه الخطة الوطنية اللي كانت لقاء الترحيب من خلال اللقاءات مثلا مع المستشار الملكي المرحوم مزيان بلفقي، مع السيد الحجوي، مع ديك الساعة كان مدير ديوان ديال رئيس الحكومة، كان مع وزير حقوق الإنسان، وزير التربية إلى آخره. فكان بدأ التهيئ ديالو لظروف ما. لم تخرج هذه الخطة إلى حياتك؟ ديك الساعة نامت لزمن
لتخرج بشكل للأسف لم يعطيها القوة ديال التطور، لو أنه تم اعتماد فيما بعد ما يشبه الخطة. كنسمعوا بها غير مرة في عامين، كنسمعوا غامضرها فين وصلت هذه الخطة، أما الآليات ديالها وكيفاش الاشتغال وكيفاش التتبع للأسف ما كان شيء. لأن ولو أن في التوصيات اللي كانت ما فيها توصية ديال اللجنة، كان شكلها المجلس الاستشاري آنذاك لتقييم الأداء ديال المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الرسمي، فكانت هذه اللجنة نفسها كانت أوصت بأن يكون مركز التوثيق هو النواة المديرة لهذه لبناء الخطة الوطنية. بطبيعة الحال هذا لم يتم لأن الاعتبارات خاصة بالناس اللي كانوا في المجلس، ولكن كان المنطلق ديالهم لأنه هو المركز الوحيد أولا اللي فتح القنوات مع مختلف القطاعات ديال الدولة، ثانيا دامج في مجلس استشاري داخله، كان عندنا احنا مجلس إدارة ديال المركز اللي فيه ممثلين على الجمعيات المجتمع المدني، كانت مثلا فيه في فترتين ما منظمة العفو الدولية، اتحاد العمل النسائي، جمعية المحامين المغرب إلى آخره، المرصد الوطني لحقوق الطفل، وقطاعات حكومية. كان كيلقي حتى يفتح قنوات للحوار. أنا كنتذكر من اللي كان مشكل ديال مراقبة الانتخابات اللي كانت في هذيك الفترة، فكان 2003 تماما فكانت طرحت الإشكالية ديال السماح للجمعيات باش تراقب الانتخابات من الزاوية القانونية كان مشكل، ولكن كان لابد من إيجاد حل. فكان اللي احتضن اللقاء بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية هو مركز التوثيق. هناك كان لقاء بين عمر الزمان وزير العدل، وكان أمزازي وزارة الداخلية، واحد عدد ديال المسؤولين مع الجمعية المغربية والمنظمة المغربية إلى آخره، اللي تم فيه اتفاق على كيفية إيجاد الصيغة ديال المراقبة. فهذا الدور للأسف من اللي مشى المركز. إذن تم فيما بعد 5 سنوات تم تصفية هذا المركز. لم يعود لأن كان ديك الساعة النقاش كان جاري، كنا كنعملوا باش يولي مؤسسة مستقلة، بأن تنقولوا بأن المغرب في حاجة إلى مؤسسة مستقلة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. باقي المهام ديال التتبع والانتهاكات والملفات وداك الصداعات هذيك لا بد لها من مؤسسات ديالها، وهناك كاين ديك الساعه المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ولكن ثقافه حقوق الانسان في حاجه الى نواه. وهذا كنعتقد بان هذا الموضوع لا زال طارح نفسه الى الان، اي اللي تطالع بها كاستراتيجيه، لان من نقاط ضعف المشروع الديمقراطي هو غياب ثقافه ديمقراطيه، ومن غياب ضعف المشروع ديال الدفاع عن حقوق الانسان هو ضعف ثقافة ديال حقوق الإنسان. وهذا كنا لاحظناه منذ انطلاق مسلسل العدالة الانتقالية، كنا كنهضروا على العدالة الانتقالية وتا واحد ما عرف علاش كيدوي. فحتى ديك الساعة بلورنا في إطار هذاك المركز برنامج اتفاق مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية لترجمة الأدبيات اللي كانت متوفرة بالإسبانية والإنجليزية إلى العربية أو الفرنسية، وبدينا كنطبعوها وكنوزوها على القطاعات الحكوميه، على اعضاء المجلس، على اعضاء الهيئه نفسهم. فكانت الادبيات ديال العداله الانتقاليه من تما انطلقت من داخل بهذا الروح، لان هذا هو الرؤيه الاستراتيجيه اللي كانت عندنا ديك الساعه في بناء هذا المشروع. طيب ما ندخلش في تفاصيل كثيره حول ملابسات لانهاء هذا المشروع لانه سيطول بين الحديث. تمام. ولكن بغيت قبل ما باقي لنا جوج ديال الاسئله قبل ان ننهي هذا الحديث الشيق معك، وهو انه كان لديك لقاء مع ادريس بصري في سياق يعني هالديناميه الحقوقيه اللي صحيح عرفها المغرب. يعني ادريس بصري وزاره الداخليه اللي منعوك منذ 15 سنه انك تحصل على الباسبور، يعني يجي واحد الوقت اللي غادي تجلس مع ادريس بصري اظن اني اكثر من ساعه. اي تمام. تحكي لنا هذه القصه. هذه القصه هي جات في واحد الملابسات ديال ظرفيه خاصه. كان اول واحد تنعرفوا بان واحد العدد من المسؤولين ديال المنظمه الدوليه ما كانوش كيبغيو يجيو للمغرب، تعتبروا بلد ديال القمع والتضييق الى اخره. كان وقع ديك الساعه داك الشنآن مع بيير ساني في الزياره الرسميه ديالو هنا، ماشي ضروري نعطيو تفاصيله لان دعوا عليه الناس ديك الساعه بشكل كبير.
فكان الاقتراح اللي ديالي انا بديك الساعه بالورط واحد البرنامج عمل مع اللجنه الدوليه للحقوقيين، وهي منظمه دوليه مختصه في المساله ديال القوانين والاتفاقيات الدوليه، ومنظمه نافذه داخل الامم المتحده. ذيك الاتفاقيات عدد من الاتفاقيات الدوليه والمبادئ المعتمده داخلها من اعداد واقتراح هذه اللجنه الدوليه للحقوقيين، كتضم كبار قضاه ومحامين ونقباء واساتذه قانون على المستوى العالمي. فكان أداما ديانغ هو الامين العام ديالها، واحد الصديق من السنغال هو الان مساعد الامين العام ديال الامم المتحده، اقتنع بضرورة المساهمة في إحدى الأنشطة اللي غادي ننظموها هنا في المغرب. داك الشيء خالنا كان من قبل يقاطع مع مروج المغرب، قلت له دونك مرحبا غادي تمشي إلى آخره. ديت له قبل ما نجي كان اللقاء مع القضاة، شندوة دولية مع القضاة، قلت له غادي تلقى شخصيات، ولكن قلت لي راه انت ما غاديش تمشي لواحد البلد فارغ، انت غادي تلتقي مسؤولين لهم من الثقافه القانونيه والحقوقيه زعما ما يجب اخذه بين الاعتبار. وديت لي بعض المطبوعات ديال عمر الزيمان اللي كان وزير العدل، والسيد ادريس الضحاك اللي كان رئيس المجلس الاعلى ديك الساعه، وذكرنا حول الاوضاع الى اخره. فجاء فاش قربت الوقت ناديت عليه في الهاتف، قلت له في اطار الزياره ديالك واش تبغي تتلاقى مع وزير الداخليه؟ قال لي معلوم نتلاقى. هذا قال لي رجل دوله نافذ وينسب اليه العديد من الانتهاكات ديال حقوق الانسان، غادي نبغي. قال لي نسمع رايه. وانا قال لي ما كاين حتى مشكل، عندي شرط واحد هو تكون معايا في اللقاء. قلت لي ما كاين حتى مشكل، غنكون معك في اللقاء. فعلا كان تنظيم اللقاء اللي كان فعلا داز حوالي، يعني كانت هذه الرغبه ديال وزير الداخليه اللي تلاقى معاه، يعني كانت رغبه ادريس الصيف حتى هو وافق. كان عن طريق امزازي دونك الى اخره، حضر هو الطاقم ديالو في المكتب ديالو. كانت جلسة شيقة بكل صدق، زعما كان الكل جالس مرتاح ومتلوخ. أداما ديانغ هو هذا شخصية رجل قانون وواحد تجربة كبيرة، ولكن واحد اللباقة وواحد الدبلوماسية رفيعة في فكل القضايا حقوق الإنسان تيجبدها معاه، ولكن بأدب. الدريس البصري بطبيعة الحال كيقول أنجزنا وقمنا ودرنا هذا واتخذنا إجراءات فادية. قلت له يقول له نعم، أنا كيقول لي تنعرف بأنك كدير مجهودات كذا، ولكن المنظمات الدولية كتقول بأن كاين مازال هناك التعذيب، بأن مراكز كذا وكاين كذا الحالة الفلانية، وهذا الشيء خصو جواب. ما خصش الدولة تكون كتسكت، خص تكون كتعطي التوضيحات اللازمة، وراه هذا الشيء كاين عكس على صورة المغرب إلى آخره. واحد النقاش مفتوح بأدب، وهو انخرط فيه الدريس البصري انا ذاك حتى هو بروح رياضيه. وطبيعه الحال لما انتهى النقاش حوالي ساعه وربع غادي يكون هكذا، كان احد المساعدين ديال وزير الداخليه قال لي برافو، قال لي انا ما عمرني قال لي شفت وزير الداخليه جالس مع شي واحد ساعه هو تيناقش هكذاك ترانكيل وعاجبو الحال. ف وهذا أداما ديانغ خرج كذلك بارتسام جيد صراحه، لان من بعده تلقى ادريس الضحاك، تلقى عمر الزيمان الى اخره، فكان ولا من ربما من الاصدقاء الكبار للمغرب، ماشي بالمحاباه ولا كذا. هادو كلهم اللي كندوي لك عليهم هذا ما شراهم حد، ما عطاهم حد كضوات ما والو، كيخلص البيه ديالو كيجي هو دونك، ولا كيجي في اطار العمل مع منظمه او مثلا مركز التوثيق. انا ملي عاود كنت استدعيته في ندوه اخرى، كان ديك الساعه هو المسؤول على كتابه الضبط في المحكمه الجنائيه ديال رواندا، خذ 24 ساعه في الطائره وجا باش دار عرض في مستوى رفيع في المجال. مازال صدر في واحد الكتاب ديال الاعمال تاع ديك الندوه. قال لي انا الاولى انت اللي كاين في هذه الديناميه ما نجيش. قال لي 24 ساعه، قال لي راه تسهدت انا في الطريق باش نمشي نطلع لاوروبا وعاد ننزل لسويسرا وعاد نجي للرباط.
ولكن كان فيها كذلك تقدير للتجربة المغربية اللي ولا كيعتبرها أنا ذاك من التجارب الرائدة اللي خص تشجيعها على التقدم في هذا الباب. السؤال الأخير هو كيتعلق اليوم يعني بعد هذه التجربة وهذا المسار أسستي مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وبعد تجربة الاعتقال اللي كان في الشباب ديالك، اليوم من البرامج البارزة اللي تعرف بها هذا المركز واللي كتقوده هو يعني تكوينات في مجال الحكامة الأمنية لفائدة رجال الشرطة والأمن وأيضا لموظفي السجون. نعم صحيح، هذا نقولوا ليه مسار ولا مكر التاريخ ولا ما عرفتش نسميه، ولكن أنا في الحقيقة كان اعتز بهذا المحطة الجديدة ديال مركز دراسات حقوق الإنسان، لأن أولا كانت تجربة متميزة ضمن النسيج الحقوقي المغربي. التأسيس كان بطبيعة الحال هو أننا اعتبرنا بأن مرحلة العهد الجديد فتحات أفق للعمل بشكل آخر، ولكن خص أدوات ونمط تفكير جديد كذلك لدى الحركة الحقوقية. صحيح اللي متبع الانتهاكات وكذا هذا دور جيد، دور اليقظة والتنبيه، ولكن غير كافي، لأن خص هنا ونرجع للفكرة الأولى ديال ضرورة أصيل ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة المهنية، ليس فقط كشعارات ولكن كفكر يساعد على تطوير وتحسين الأداء المهني للعاملين في كل قطاع، سواء لدى الشرطي أو لدى القاضي أو لدى الطبيب أو العامل في السجون إلى آخره. ومن هنا كان التأسيس اللي ساهمت فيه نخبة متميزة بطبيعة الحال في ذاك الوقت، اللي استطعنا نبلور فيه هذا البرنامج. البرنامج انطلقنا أول ما درناه هو قلنا تجربة العدالة الانتقالية خرجت التوصية ديال الحكمة الأمنية، ولكن قبل ما نبداوها أرانا لنقوم بتقييم حصيلة هذه التجربة. وكان أول نشاط للمركز هو ندوة دولية اللي كان حضر فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وكان الرئيس ديالو هو نائب رئيس لجنة الحقيقة في جنوب أفريقيا أليكس بوريم، هو اللي كان حضر معنا مع فريق من الخبراء من أمريكا اللاتينية اللي ساهموا في لجان حقيقة من تما، إضافة إلى المنظمات الدولية الكبرى أمنيستي ووتش الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واحد العشرة ديال المنظمات من المنطقة العربية كذلك، من البحرين من مصر من تونس، إضافة إلى الأحزاب السياسية النقابات الجمعيات جمعيات الضحايا إلى آخره. كان لقاء في الحقيقة بمستوى رفيع ديال ثلاثة أيام. ما هي الحصيلة؟ وكل بانيل كان فيه الفريق اللي غادي يتدخل، واحد من هيئة الإنصاف والمصالحة اللي خصو يقدم الأجوبة أشنو اللي تحقق في داك الشيء. فهاد من خلال هذا النقاش كذا برزت مكانة هذا الورش ديال الحكمة الأمنية. الفكرة هو قلنا احنا ما، وهذا مازال هو الاختلاف ربما مع الأشكال العمل المنظمات الأخرى، ما غاديش نبقاو تنطالبوا الدولة بتفعيل توصية الإنصاف والمصالحة، غادي ناخذوا المبادرة للمساهمة في التفعيل. ومن هنا قدمنا برامج عمل اللي طلبت وقت باش نقنعوا الناس اولا باش نفكروا فيها بشكل جماعي ومفتوح، من خلال ندوة اولى اللي اول مره غادي يكونوا مسؤولين من مؤسسات امنيه الى جانب نشطاء حقوق الانسان حول مائده مستديره اللي تفكر في الموضوع، الى جانب خبراء دوليين اللي بينات بانه في الامكان لما توضع الشروط الاكاديميه والمناخ النفسي للتفكير بشكل جيد كتعطي النتيجة. وكان المنطلقنا هو أننا ما غاديش نبقاو إحنا دائما تنبكيو على الماضي، غادي ندويو خلاصة الماضي لابد أن نستحضرها لأن لكي لا يتكرر ما جرى، ولكن الهم الأكبر هو واقعنا الآن، كيف نحمي الحريات والحقوق الآن، وما هي التحديات القادمة أمامنا، وكيفاش نوضعوا الاستراتيجيات المناسبة. من هنا دخلنا في برنامج واسع اللي ساهمت فيه المديرية العامة للأمن الوطني بشكل كبير، وكان كيشارك فيه الدرك الملكي، القوات المساعدة،
احيانا الجهاز المخابرات الى اخره. فكان بالنسبه لنا تشكيل هذه اللحظه كان ذو اهميه كبيره اللي تبلور في قضايا ذات رهينيه كل مره اشنا هو التحدي الجديد اللي كان عاوتاني نستدعيو نفس ماشي نفس الناس ولكن نفس التركيبات ونفس الجهات المعنيه بمثل هذه القضايا من قضايا التطرف قضايا المعطيات الشخصيه وحقوق الانسان دور المؤسسات الامنيه ومؤسسات الحكامه الى اخره. فهنا تبلور برنامج اللي الان نحن في 15 سنه من بعد كنكتشفوا عن طريق مؤسسات دوليه باننا انجزنا تجربه على المستوى الدولي. وهناك صدرنا كتاب بطلب من المركز الدنماركي لحقوق الانسان وهو مؤسسه وطنيه ديالهم باش نكتبوا هذه التجربه لانها تجربه نادره على مستوى التجارب الدوليه واستطعنا نترافعوا باش نوضعوها في جدول الاعمال على برامج واحد العدد من المنظمات سواء على المستوى الدولي الاورو متوسطي على المستوى العربي. كذلك نفس الشيء مع السجون البرنامج كان برنامج واسع ومتميز حتى هو لانه شمل ما يفوق 800 ديال الاطر مدراء السجون الاطباء الى اخره. فاصدار كتابات لان هذا الشيء كله كان يرفق باصدار ادبيات لان كنعتبروا المكون الثقافي والمعرفي جزء اساسي في تطوير الممارسه. سنعتبر ما بتعاون مع المندوبية السجون اللي كانت في الحقيقة هي عبرت على استعدادها للانفتاح استطعنا نحققوا هذا البرنامج الكبير بدعم ديال المؤسسات الدولية اللي ربما هذا المسار كتقول هو شاهد على أنه بإمكاننا أن نقطع أشواطا لكي نقطع مع الماضي. انا ملي كنرجع للسجن دابا ما كنلقى شي السجن اللي كنت فيه ملي كنرجع للمؤسسات الامنيه وملي كنكون في الحديث مع المسؤولين ديال المؤسسات الامنيه تلقى مع نخب جديده لان هذا شباب جديد بثقافه وازنه بمعرفه الى اخره ولكن مستعد مازال يتعلم ومازال مستعد يعرف من هنا الانخراط في هذه الديناميات الاصلاح. ربما الدرس الاساسي فيها أنه لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة الجهات المعنية كلها، وهذه المشاركة ديالها هي أولا تعبير عن إرادة سياسية للدولة من جهة وترجمتها من طرف مختلف القطاعات حتى يسير هذا البلد نحو الأمام. سي بلكوش شكرا جزيلا على هذه الفرصة اللي في هذا السفر عبر الذاكرة معك حول عديد من المواضيع و إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة.